الشمس طرقه والقمر خلقه والتدبير تدبيره والتصريف تصريفه والجود جوده والعطاء عطاءه والبرد برده والسماء سماءه والأرض أرضه. هذا اسمه توحيد الربوبية، ندعو بالربوبية للألوهية. الألوهية توحيد الألوهية أن الله جل وعلا لا يسأل غيره، لا تسأل إلا الله، لا تذبح إلا لله، لا تطوف إلا ببيت الله، لا تريد بأعمالك إلا وجه الله، لا تستعين إلا بالله، لا تستغيث إلا بالله، لا تلتجئ إلا إلى الله، لا تشحذ إلا الله. الناس تشحذ، واحد يشحذ الله، وأنا بشحذ اللي تشحذه، كل الأنفاس بشحذه يظلني بظله، لا صارت الشمس قدر مين من الرأس. والله غير الله فقير، والله جل وعلا وحده غني، من المجرة إلى الذرة، من جبريل إلى النملة، من إسرافيل إلى الفيل، كلهم فقراء، من الجبل إلى الرمل كلهم فقراء، والله هو الغني الحميد الفعال لما يريد، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، قيوم لا ينام، لا يشبه الأنام ولا يشبه الأنام. كيف نعرف ربنا؟ لابد نعرفه، حتى نعرفه نجلس ببيئة تعرف به، نجلس ببيئة، نجلس نعيش مع ناس يعرفونا يشتغلون بذكره، لأن الله والآخرة غيب، وعدم ذكرهما يزيدهما غياب في الأذهان والذاكرة. لا بد تجعل الله والآخرة على سطح المكتب، في سطح المكتب في قلبك، لأن هذا القلب له سطح مكتب، كل إنسان قلبه مثل يعني شاشة الجوال، شاشة الجوال لها سطح مكتب، يعني الشاشة هذه تعتبر هذه هي السطح. بعض الناس يحط سيارة، بعض الناس يحط مخلة، بعض الناس يحط صورة ولده، بعض الناس هذه الآن، بعض الناس يحط صورة الحرم، بعض الناس يحط صورة مئذنة، بعض الناس يحط خلفية زهرية، خلفية حمراء، خلفية خضراء، هذا يسمى سطح المكتب. المهم تحطه على سطح المكتب، في برامج وفي معلومات، لكن وين؟ بالأرشيف جوا، بالأدوات جوا. كثير من الناس يؤمن بالقبر والحشر والنشر والصراط، ويؤمن ان الله غالب وقاهر وجواد ومتين وعليم وحليم، ويؤمن ان الله يفعل وغيره ما يفعل، لكن كل هذا الكلام وكل هذا الملف حطه بالأرشيف جوا، وعلى سطح المكتب حط الساعة والحاسبة، وحط بارك الله فيك البحث والأسماء والمواعيد، وحط الإذاعة، وحط بارك الله فيك البلوتوث، حط على سطح المكتب. لكن الكلام المهم ما حطه على سطح المكتب. سطح المكتب يجب أنك تحط عليه الله والآخرة، الله والآخرة، الله والآخرة. لذلك إذا قمت أول ما تقوم الصبح تشتغل بالله والآخرة. لذلك مقصد أهل هذه الدعوة أننا نعنى بالله والآخرة، ولا نعنى بالدنيا والمادة. الآن الأمة تعنى بالدنيا والمادة. الله والآخرة غيب، الله والآخرة غيب، وعدم ذكرهما يزيدهما غياب في الأذهان والذاكرة. هنا الله والآخرة غيب، وعدم ذكرهما يزيدهما غياب في الأذهان والذاكرة. الله والآخرة غيب، وعدم ذكرهما يزيدهما غياب في الأذهان والذاكرة. والدنيا والمادة مشاهدات، والإكثار من ذكرها يزيدها ثبات في الأذهان والذاكرة. الدنيا والمخلوق مشاهدات، والمادة مشاهدات، والإكثار من ذكرها يزيدها ثبات في الأذهان والذاكرة. لذلك بكينا وحزننا إسرائيل تحتل فلسطين، لكن هل بكينا الذي ألعن من إسرائيل وألعن من اليهود وهو إبليس الذي يعلمهم الخيانة والظلم والجريمة، ألعن منهما إبليس؟ هل حزننا هذا الشيطان الذي احتل مجالسنا وجعلها له مدارس يدرس فيها الغفلة، يدرس فيها الغفلة، وجعل الجالسين مدرسين من غير رواتب ولا مراتب، وجعل المجالس مدارس من غير إيجار. تعنى بالمخلوق وتعنى بالدنيا، سرمكنا وعتقنا وبعنا وشرينا وترقينا وقربنا وصدرنا ووردنا ونزل موديلات. أنا الجنوط نتكلم، بوادي الجنوط نتكلم، بوادي الكفرات نتكلم، بوادي السيارات نتكلم، بوادي المطاعم نتكلم، بوادي الأراضي نتكلم، بوادي العمال نتكلم، بوادي الورش نتكلم، بوادي الرز نتكلم، بوادي المستشفيات نتكلم، بوادي الألبسة نتكلم، بوادي الربيع نتكلم، لكن وادي الله والآخرة ما نتكلم فيه. هذا سبب الجفاف في القلوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ابن أبي الدنيا والإمام أحمد في مسنده، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم. والله إن استقامة اللسان هي بالدعوة إلى الله. مع الله تنجح، مع الله تربح، مع الله أحلى حياة، مع الله تنجح، مع الله تربح، مع الله أحلى حياة. وداعيا إلى
إلى الله بإذنه. بعض الناس الله أذله، الله أذله أنه يمشي بالدعوة وينطلق لسانه بالدعوة. والله يا إخواني، لأن الدعوة هذه والتبليغ المبارك هذا، الله جل وعلا يقول، يقول عن موسى وهارون قال سنشد عضدك بأخيك. أنت تهتدي وتيتي طوع وتيتي روح لله وأنت ما عندك أحد يشد بعضدك إلى الله. هو ذهب إلى فرعون قال سنشد عضدك بأخيك كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ندور لك ناس يعينونك على طاعة الله كي تسبح الله معهم كثيرا وتذكر الله معهم كثيرا وتتجول معهم كثيرا وتستقبل معهم كثيرا. هذه الدعوة رحمة، هذه الدعوة خير، الله أتى به. لا يغرك أنه جاء مثلا من بلاد العجم، الله أخرجه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا لذة للشاربين. ولا شوفوا الآن بلاد البعوض، بلاد الفقر، ناس أعاجم، الكتاب القرآن ليس بلغتهم، الحديث ليس بلغتهم، وناس بسطاء وناس يعني مع قلة ذات أيديهم استقبلوا هؤلاء الناس وفرحوا بهؤلاء الناس. ليس المقصود أنهم استقبلوهم ثلاثة أيام أو أربعة أيام، العجب أنهم من سنين وهم يستقبلونهم ويغيرون أفكارهم ويقلبون، ها، يستقبلون الناس ويقلبون مزاجهم من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية. لو تأتون هنا مشايخ، طيب، من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية. هؤلاء العجم غيروا حياة الناس، غيروا حياة الناس من المخلوق إلى الخالق، من الاشتغال بالأشياء إلى الاشتغال بالأعمال، من الدنيا الفانية إلى الآخرة الباقية، من الهم على الأجساد إلى الهم على الأرواح. يعني هذول الأربعة اللي احنا نتكلم عنهم دائما، أربع أمور، أربع وراء أربع، أربع وراء أربع. حنا نتقدم على الأربع، والله جل وعلا يبين لنا الأربع. اشتغلنا، الله أخفى ذاته وأظهر مخلوقاته. هل العجم قالوا تكلموا عن ذات الله، عن قدرة الله، عن عظمة الله، عن فعل الله؟ لأننا اشتغلنا بالنعم عن المنعم، اشتغلنا بالمطعم عن المطعم، اشتغلنا بالصور عن المصور، اشتغلنا بالأرزاق عن الرزاق. هذه مشكلتنا. هم يقولون لا تشتغلوا بالأرزاق، اشتغلوا بالرزاق. لا تشتغلوا بالمطعم، اشتغلوا بالمطعم. لا تشتغلوا بالكون، اشتغلوا خالقها. بالمكون. لا تشتغلوا بالمخلوق، اشتغلوا مع الخالق جل جلاله. هذه الأولى، نشتغل. الله أخفى ذاته أظهر مخلوقاته، الله أخفى ذاته أظهر مخلوقاته، أخفى ذاته أظهر مخلوقاته. الثانية، الله جل وعلا أظهر الدنيا وأخفى الآخرة. كلها الدنيا والآخرة خلقها الله، الدنيا والآخرة خلقها الله. نرجع للصفة الأولى اللي يعني الله أخفى ذاته وأظهر مخلوقاته. قال لك بسورة الفاتحة دائما حنا نردد الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله رب العالمين حب، الرحمن الرحيم رجاء، مالك يوم الدين خوف، إياك نعبد وإياك نستعين يقين. لابد تعرف الله منعما فتحبه، لابد تعرف الله واعدا فترجوه، لابد تعرف الله متوعدا فتخافه، لابد تعرف الله قادرا فتتيقن عليه جل جلاله. من يعيد هذه الأربع؟ ها شيخ ارفع صوتك. تعرف الله أو المنعم؟ نعم منعم. تعرف الله؟ منعم. نعم. تحمده. فتحبه. الحمد لله رب العالمين، رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي وليس لي معبود سواه. العينين منها، الأذنين منها، الذراع منها، اليد منها، العضد منها، الجلد منها، الدم منها، البنكرياس منها، الضغط منها، السكر منها، الكوليرا منها، الأوجاع منها، الآلام منها، المرض منها، العافية منها، الأمن منها، الخوف منه، الغنى منها، الفقر منها، أضحك أبكى أمات أحيا، كله منه جل جلاله. يتولاني ويتولى الأمم، أمم البعوض، أمم الجراد، أمم الضفادع، أمم الفراش، أمم النمور، أمم الأسود، أمم الحمير، أمم الثيران، أمم الأغنام. ويتولى نظام السماوات، ويتولى نظام السحاب، ويتولى نظام الأمطار، ويتولى نظام البترول، ويتولى البورصات العالمية والبورصات الخاصة، ويتولى الأموال، ويسعر السكر ويخرج السكر، ويسعر الرز ويسخر الرز ويرخص الرز ويغلي الرز جل جلاله، ويغلي الزيت وينقص الزيت. كل شيء بيده جل جلاله، كل شيء بيده، حنا عبيده. نتلذذ بالكلام عن ربنا سبحانه وتعالى، سبحانه، نتلذذ. هذا حبيبي، الدين كله، يقول ابن تيمية رحمه الله، بني على الحب. الدين كله بني على الحب.
يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن الجوزي: واعظ الدنيا حبيب ليس يعدله حبيب، ولا لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن بصري وسمعي ولكن عن فؤادي لا يغيب. حبيب ليس يعدله حبيب ولا لسواه في قلبي نصيب، حبيب غاب عن بصري وسمعي ولكن عن فؤادي لا يغيب. جل جلاله أحبه، والله العظيم أحبه من الأعماق أظفاري وشعري ودمي وجسدي كلي أحبه يا ربي. أنا حتى أدفع فاتورة المحبة أتكلم مع الناس، أتكلم مع الناس عنك وعن نعمك وعن جودك وعن فضلك وعن آلائك وعن نعمائك وعن وعدك وعن وعيدك وعن قدرتك، حتى نحبك وحتى نتيقن عليك وحتى نتصل بك وحتى ننحر شهواتنا لأجلك. الآن الأمة تهز وجدانها جزمات اللاعبين، ولا تهز وجدانها آيات رب العالمين. جزمات والله في بلدنا أن رجلا قبضت، يعني فقد الحياة على المدرجات في بلدي أنا قبل شهر تقريبا. يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان بالأوحال. الله جل وعلا جعل هذا العمل فرجا ومخرجا، الله جل وعلا جعل هذا العمل فرجا ومخرجا، مخرج طواري للأمة. هذا العمل مخرج طواري للأمة، دور الأحباب لا يدورونك، مع الله تنجح، مع الله تربح، مع الله أحلى حياة. فالله وفقنا وياكم، صلوا على النبي. الأولى الحمد لله رب العالمين حب، الحمد لله رب العالمين حب. الثانية الرحمن الرحيم، ايش ترجوه؟ الرحمن الرحيم، لابد تعرف الله واعدا فترجوه، تدري انه رحمن ورحيم. الرحمن الرحيم، تعرف ان الله واعد وترجوه. مالك يوم الدين، ايش تعلم ان الله هو الذي مالك يوم الدين. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المقيم على الذنوب دهور. فتخاف من الله. يقول مالك بن دينار: لو تخافون من النار مثل ما تخافون من الفقر لا أفلحتم. لو تخافون من النار مثل ما تخافون من الفقر لا أفلحتم. يقول مالك بن دينار: لو لي من الأمر شيء، يعني من الحكم والملك شيء، لجعلت ناس ورجال على رؤوس السكك يقولون للناس: النار 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 النار. إبراهيم بن آدم تقول له زوجته: ألا تنام؟ قال: ذكر جهنم طير نوم العابدين، ذكر جهنم طير نوم العابدين، وعجبت من الجنة نام طالبها ومن النار نام هاربها. قعرها 70 سنة، نسأل الله العافية والسلامة، والله جل وعلا وعدها بملئها. وبعض الناس يظن أن النار نار واحدة، النار نارين يا أحباب، نارين: نار المؤمنين ونار المشركين الكافرين اللي خارج التغطية. هؤلاء من دخل ما طلع خالدين فيها أبدا، سأل الله العافية والسلامة. وهذه النار نار أهل المعاصي أمثالنا، عسى الله يتوب علينا، عسى الله يتوب علينا. عندنا ذنوب وعندنا معاصي وعندنا أحوال وعندنا عقوق وعندنا فسوق، لكن نتوب نتوب. حديث الأغر المزني في مسلم: توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة. ابن تيمية رحمه الله يقول: كل يوم أجدد إسلامي، كل يوم أجدد إسلامي. هذا هو المطلوب، أن الإنسان يتوب إلى الله دائما. وأعظم شيء نتوب منه ونستغفر منه التقصير في الدعوة إلى الله. هذا ذنب الأمة ما تستحضر أنه ذنب، تستحضر أن السكر ذنب والغيبة ذنب والربا ذنب والزنا ذنب، لكن التقصير في الدعوة، لأن الدعوة من أفرض الفرائض ومن أوجب الواجبات. وبعض الإخوة الفضلاء يظن أن هذا لا يجب إلا على العلماء، مو بصحيح، مو بصحيح. الدعوة إلى الله جل وعلا الله ذكرها في القرآن: من طير أراد بأهل اليمن خير أرسل لهم طير. الله أراد بأهل اليمن خير أرسل لهم طير. الله ما ذكر، الله ما ذكر الطاووس لجماله في القرآن، الله ما ذكر الحبارة لطعمه في القرآن، الله ما ذكر الصقر لشراسته وقوته في القرآن، الله ما ذكر النعام لضخامته وفخامته في القرآن، الله ما ذكر البلبل لعذوبة صوته في القرآن. من ذكر من الطيور؟ الهدهد
ليش؟ لأنه تحرك لله 12 ألف كيلو من الشام لليمن، من اليمن للشام، من الشام لليمن، من اليمن للشام. بالله كل ما فتحت سيارك وشفت الطبلون قدامك تذكر كم كيلو راحت للدين، تذكر كم كيلو راحت للدين. الله أراد بأهل اليمن خير سلهم طير، غير عقيدتهم وجرهم ملكة ومملكة. وقال تسلمت مع سليمان وكشفت عن ساقيها، وقالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. الله يذكر لنا، هذا يريد أن نكون كمثل هذا الطير، نتحرك من بلد البلد، من إقليم الإقليم، من حي الحي، من مكان المكان، تحرك لله. والله يا إخواني السواك هذا إذا تحركه في فمك إيش يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا تحرك في فمك إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ مطهرة للفم مرضاة للرب. سواك إذا أحركه، وجسد إذا أحركه من قارة إلى قارة، مطهرة للكون مرضاة للرب، مطهرة للكون. الله جل وعلا يرضى عنا، الله جل وعلا يقبلنا. أحباب، بهذه البيانات الحماسية تتحرك العواطف، لكن لا تتغير الحياة. متى تتغير الحياة؟ إذا تمجد. متى تتحرك الحياة؟ إذا الآن مع أحباب مقامك تقول شف سجل مدة من التاريخ الفلاني إلى التاريخ الفلاني. لأن بعض الناس بخيل، بعض الرجال بخيل، هالحين مستعدين مستعدين مستعدين، إذا رجع والله عندي شغل، والله عندي ظروف، والله عندي أحوال، والله عندي ارتباطات. الآن قل لأحبابك ما تقدر نقدا، طيب معليش روح أوكي، لكن قلت شوفوا تراي إن شاء الله بشهر واحد ثلاثة بواحد أربعة بخمسة عشر خمسة تراي مستعد كذا وكذا وقت، وحط لنفسك حد، لأن النفس خسيسة. خاب قوم ولا وامرهم امرأة، خاب قوم ولا وامرهم امرأة. النفس ذكر ولا أنثى؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. يا أيتها ولا يا أيها؟ يا أيتها النفس المطمئنة. مؤنث ولا مذكر النفس؟ خاب قوم ولا وامرهم امرأة. في نفسك لا تقودك أنت اللي قده، نفسك لا تسوقك أنت اللي سكه، والله أنت اللي سق نفسك يا مال الشحم. العمر مثل الزرع له عدة أيام ما ينفع سقي ولا حصاده. الدنيا ساعة خليها طاعة، والنفس طماعة هلزمها القناعة. وتحرك لدين الله ساعة وساعة لمين تصير العين دماعة والنفس خشاعة. الله جاب لنا الجاويد دولة يعينونا ويعاونونا على طاعة الله، يعينونا ويعاونونا على طاعة الله. واليوم هل تشوفون العمر شلون؟ العمر مثل الزرع له عدة أيام ما ينفع سقيه ولا حصاده. لو تشيل كيس رز، كيس سكر، تشيل كيس سكر على كتفك والله يقرضه فنجال، والله يقرضه فنجال، وهو أنت ترك كيس أيام وليالي تقرضك الساعات والأيام. يقول واعظ الدنيا ابن الجوزي رحمه الله: يا من أنذره بعد السواد البياض، يا من عمره كل يوم بانقراض، مات بعضك ووالله سوف تموت منك الأبعاض. ساعتك تهدم يومك، ويومك يهدم شهرك، وشهرك يهدم سنتك، وسنتك تهدم عمرك. إذا كان يلهيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن هواء الربيع، فجهدك للدين قل لمتى. متى تستعد؟ لابد تعرف الله منعما فتحبه، واعدا فترجوه، متوعدا فتخافه، قادرا فتتيقن عليه، قادرا فتتيقن عليه. الله يقدر وغيره ما يقدر، الله يفعل وغيره ما يفعل. الله جل جلاله أخفى قدرته وراء سنته. الله أخفى قدرته وين؟ وراء سنته. والبصر يرى سنته، والبصيرة ترى قدرته. لذلك بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قدير، لا نقول عليم ولا شهيد ولا بصير، مع أنه عليم شهيد بصير، إنما نردد كلمة قدير. لماذا نخاطب هذا القلب مئة مرة باليوم، عشر مرات الفجر، عشر مرات المغرب؟ نخاطب القلب، ترى الله يقدر غيره ما يقدر.
مقصد خلق السماوات والأرض معرفة أن الله قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا إيش؟ أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما جل جلاله وعم نواله. مع الله تنجح، مع الله تربح، مع الله أحلى حياة. هما شركتان، شركة أحبابكو العالمية للهداية وشركة إبليسكو العالمية للغواية. فبأي الشركتين أنت تكتتب؟ فبأي الشركتين أنت تتعامل؟ الله 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 الله، بيننا وبين إبليس مباراة. إذا طعن الله سجلنا هدف، إذا عصينا الله سجل هدف. والله والله يا أحبابي، الله جابنا العمل هذا، هذه كرامة لأهل هذا القرن. الفتن انعقد غمامها وادلهم ظلامها. الفتن، عوف بن مالك أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عوف بن مالك في البخاري، قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال اعدد ستة، موتي وفتح بيت المقدس وطاعون يجعل الناس كقعاص الغنم ويستفيض المال وفتنة 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 لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلات. جيجا ميجا www.com. وفتنة لا تدع بيتا من بيوت العرب إلا دخلات. ثم ذكر الهدنة، هدنة السلام ومفاوضات السلام، يكون بينكم وبين اليهود ما يكون، ثم يأتونكم ويغدرون باثنى عشر ألف راية، باثنى عشر ألف راية، مع كل راية ثمانين ألفا، أو كما قال النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فالمقصد يا أحباب أننا بهذا العمل رحمة، ندعو للناس كلهم، حكامهم، علماؤهم، والله العظيم مسؤوليهم، وزرائهم، من القلب كل ليلة ندعو للحكام، ندعو للحكام، ندعو للعلماء، ندعو للمسؤولين. وزير الإعلام ندعي له، وزير الداخلية ندعي له، وزير الخارجية ندعي له، وزير المالية ندعي له، إن الله يعينه. ندعو للمدراء، ندعو للمدرسين، ندعو للأطباء، ندعو للصيادلة، ندعو للقضاة، ندعو للعصاة، ندعو للطغاة، ندعو البياعين المخدرات، ندعو للمجرمين، ندعو للزنات والزواني، ندعو للمرابين، ندعو لأهل العقوق، ندعو لأهل الفسوق، ما نترك أحد. مستعدين؟ الله وفقنا وياكم، الله وفقنا وياكم. فالأولى الله جل وعلا أخفى ذاته وأظهر مخلوقاته، الثانية الله جل وعلا أظهر الدنيا وأخفى الآخرة. كلنا خلقنا الله، الدنيا والآخرة، والله يدعو إلى دار السلام، يدعو إلى الآخرة عفوا. والدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها. والله يقول لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ذلك يقول ابن أبي الدنيا لو أن الدنيا ذهب يفنى والآخرة طين يبقى لكان الطين الذي يبقى خير من الذهب الذي يفنى. فما بالك والدنيا طين يفنى والآخرة ذهب يبقى. وعن المستورد ابن شداد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. الثالثة الله جل وعلا أظهر الأجساد وأخفى الأرواح. الناس الآن غذاهم على الجسد، شركات قامت لهذا الشعر فوق الرأس، سلفكلين وصنص رايك وإلى آخره، شركات قامت لهذه الأسنان، سيجنال سونسوداين مدري إيش، شركات قامت على البطون، المراعي وغيرها وبوكاس والناس وأحوال. لذلك الإنسان ثلاث مواعين، بطنه ماعون، قلبه ماعون، رأسه ماعون، بطنه ماعون، قلبه ماعون، رأسه ماعون للمعلومات يعبى بالجامعات وغيرها والمدارس والقنوات، والبطن هذا ماعون بالمطاعم والمقاصف والبوفيهات والمزارع يعبى، لكن القلب مكان مقدس، إذا دخل فيه حب غير الله تنجس. القلب مكان مقدس، إذا دخل فيه حب غير الله تنجس.
كيف أخرج غير الله من قلبي، غير حب الله من قلبي، غير الفكر في انتشار دين الله وقيام دين الله من قلبي؟ الله أخفى الآخرة ودعا إليها. لذلك الله يعيب الكفار، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الله يعيب الكفار، يقول بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، من عمين، خلاص عله تجر عله. الحين مريض السكر إذا صار يستعمل السكر ولا يبالي ولا حط يعني يسمونه مناعة وحجبة عن السكر، شي يصير عليه؟ تضرب عنده الشبكية وتضرب عنده الكلى، صح ولا لا؟ علة تجر علة. الله جل وعلا يقول بل ادارك علم في الآخرة، يعني إذا ما يتكلمون عن الآخرة ولا يشتاقون إلى الآخرة ويخافون من عذاب الآخرة، يأتي عندهم الشك في الآخرة، وإذا يأتي الشك يجر علة أخبث وأخبث. والشي أجيبه العمى، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، خلاص. بل ادارك علمهم، أي تلاشى علمهم عن الآخرة. لذلك لو يجي فلبيني أو نيبالي يقول أسلم الآن، أنا نقول له أنت إن شاء أسلم، أسلم مش المانع. يقول قرأت عن الإسلام وجميل الإسلام، لكن ودي بأبجديات، وش لي إذا أسلمت؟ شلي إذا أسلمت؟ ابن الجوزي رحمه الله واعظ الدنيا يقول من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. حنا ليش الآن البذل خفيف؟ لأن العرف خفيف، المعرفة خفيفة، لذلك البذل خفيف. واضح يا أحباب؟ لذلك لابد يكون عندنا ثقافة، لو أبجديات، أبجديات الجنة وأبجديات النار. يعني كلام الشيخ سعد أمس شو يقول؟ يقول نتكلم عن عظمة الله، أسباب الإيمان أربع: عظمة الله، المغيبات، وقصص الأنبياء، وقصص الصحابة، والتأييدات الغيبية لهما. هذه أسباب الإيمان، نتكلم في هذا. لا سنسمع، إذا تسمع تتأثر فقط، لكن إذا تتكلم تتغير. إذا تسمع وإذا تتكلم تتغير. وأول مستفيد من هذا الكلام من هو؟ أنت. إذا تشوف واحد يهرول يجري بالشارع، يهرول لابس رياضة ويهرول يهرول يهرول، أنت يجي ببالك أن هذا يركض وراء شيء، يلحق شيء؟ يهرول ليش؟ نفسه، علشان نفسه. حنا نتكلم مع الناس علشان إيش؟ علشان أنفسنا. الآن إذا ما تدعو في هذا الميدان وفي الخروج في سبيل الله، متى تدعو؟ إذا رجعت أنت في بيئة لا، الآن أنت في بيئة نعم، حياك الله، زي اللي ينزل من تحديره لكن هناك تطلع بطلعة، صح ولا لا؟ لذلك لابد هذه الكلمة تنطلق، تكلم عن الله والآخرة، وعده وعيده، قدرته قوته كبرياءه. فالفلبيني والنيبالي إذا يدخل في الإسلام يقول أنا أريد أغير اسمي وأغير ربي وأحرم نفسي الطعام شهر كامل، ودينكم يتدخل حتى في شعر إبطي وشعر عانتي، ويأمرني دينكم أن أقوم آخر الليل وأصلي وأغتسل من الجنابة وأسخن الماء مع الجو البارد، دينكم يطالبني بأمور كثيرة وكثيرة، حتى لنا ما أترك مكشوفة إنما أغطيه، صح ولا لا؟ ما لي إذا دخلت في دينكم؟ نقول لك الجنة، ثم يقول ما هي الجنة؟ نقول يا أخي الجنة ليس المقصود أننا نفتل العضلات مثل بعض الشيوخ عن الجنة والحور والدور، لا 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 لا، المقصود أبجديات الجنة. أبجديات الجنة ثلاث أمور: أهل الجنة الله يعطيهم شغل، والله يعطيهم مواصفات، والله يعطيهم كرامات. نبسط هذا تسالي أبجديات كل الناس لابد يعرفونها، الداعي والعابد وغير الداعي، حتى العاصي لابد يعرف هذا. ابشروا بالخير، ابشروا بالجنة، والله العظيم ابشروا بالجنة، لكن ترى دون الجنة نار، ويا وينك يا راعي الردية، ترى دون الجنة نار، ويا ويلك يا راعي الردية. الله أخفى الآخرة وأظهر الدنيا. الله جل وعلا أظهر قيمة الأشياء وأخفى قيمة الأعمال الصالحة.
الله جل وعلا أظهر قيمة الأشياء وأخفى قيمة الأعمال الصالحة. الله أكبر. هذه النظارة لها قيمة، هذا القلم له قيمة، هذه الساعة لها قيمة، هذا الجوال له قيمة، هذا الزرار له قيمة، لكن ما قيمة سبحان الله؟ ما قيمة الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات ومحى عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفعه عشر درجات. عرفنا قوة أربعة سرندل وقوة ستة سرندل وقوة ثمان سرندل، عرفنا قوة الكهرباء 110 و220، عرفنا قوة 60 حصان و50 حصان، لكن عرفنا قوة الوضوء الطهور وشطر الإيمان؟ عرفنا قوة التشهد بعد الوضوء يفتح أبواب الجنة الثمانية؟ عجيب، جهلنا جهلنا كثيرا. لابد نعرف قوة الأعمال، وأقوى قوة، أقوى قوة بعد التوحيد والإيمان تدرون ايش هي؟ قوة الدعوة إلى الله جل جلاله. اسمع الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وحملة عرشه وأهل السماء وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في بحرها يدعون لمعلم الناس الخير. إذا أنت تدعو دعوة انفرادية أو خصوصية أو جماعية أو عمومية، إذا أنت تتجول أو تتفكر أو تتكلم مع الناس دعوة إلى الله. أنت الآن وظفت جميع عصافير الدنيا وجميع غربان الدنيا وجميع صقور الدنيا وجميع جواميس الدنيا وجميع أبقار الدنيا وجميع حمير الدنيا وجميع أغنام الدنيا وجميع أسود الدنيا وجميع زراف الدنيا وجميع إبل الدنيا وجميع قرود الدنيا وجميع بعوض الدنيا وجميع نحل الدنيا وجميع أسماك الدنيا وجميع دلفين الدنيا، كل الأسماك والأملاك والأفلاك حتى السماء ما فيها موضع أربع أصابع ولا موضع قدم إلا ملك راكع وملك ساجد يدعون لمن؟ لمعلم الناس الخير. الحمد لله، ما قال معلم الناس العلم لذهب العوام بل بلوشي. الحمد لله، ما قال معلم الناس النحو لذهب العوام بل بلوشي. الحمد لله، ما قال معلم الناس الفقه لذهب الدعاة وأحبابنا بالبلوشي، قال معلم الناس الخير. لفظ عام يشمل كل خير، اللي علم القرآن واللي يدعو عاصي عاتي بس يرغبه يجي حضر زيارة في الله جلسة في الله، هذا فضل من المتفضل جل جلاله. الله مستعدين نرخص الدنيا ونغلي الدين؟ من مستعد يقيم حلقة التعليم في بيته؟ اللهم الله أكبر. من مستعد يدعي للحكام والمسؤولين والقضاة والدعاة؟ من مستعد يدعو بارك الله فيكم للعصاة وأهل الإجرام وأهل الأحوال كل ليلة؟ من مستعد بارك الله فيكم ما يفرط؟ ليس الداعي الذي يقول سوف أتجول، لا، الداعي الذي يقول أعاهد الله بإذن الله لا أترك ولا جولة، بإذن الله لا أترك ولا طلعة شهرية ولا طلعة أسبوعية ولا ليلة فكر، هذا الداعي. أما الداعي الذي يقول إن شاء الله حاول حاول إن شاء الله، دعولي دعولي، إيش ندعي لك؟ نقول الله يعطيك صحة معافيك الله تقضى الجدران، إيش ندعي لك؟ ربعي يا هلي، ربعي يا هلي، الدين يبيله رجال، الدين يبيله رجال، من مستعد يصير رجال هالدين؟ الله أكبر. يا ويل الكفر منكم إن صدقتم، يا ويل المعاصي وأهل المعاصي منكم إن صدقتم، يا ويل إبليس منكم إن صدقتم.
أسأل الله أن الله يجعلكم قرة عين يا رب. ويقر بكم كل عين ويردكم دعاة إليه في سبيله. الله يحرككم ويحرك بكم ويهديكم ويهدي بكم ويصلحكم ويصلح لكم. الله يجعل لي ولكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم وفقنا لمعتقد أهل السنة والجماعة واحفظنا من التفريط والزلل والإضاعة واجعل بضاعتنا يوم العرض عليك خير بضاعة. اللهم وفق أحبابنا اللهم وفق أحبابنا يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل فأنت باللطف لم تزل. نسألك توبة نصوحة تطهرنا بها جسدا وروحا. اللهم أسعدنا وأقر عيوننا بحكامنا وعلمائنا. نعوذ بك من فتن التكفير والتفجير. نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أسعدنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نسألك العافية في الجسد والأمن في البلد والصلاح في الولد ولا تشمت بنا أحد. يا واحد يا أحد ارحم عبادا غرهم طول إمهالك وطمعوا بواسع فضلك وعظيم نوالك. بعيدين قربنا مظلمين نورنا منقطعين وصلنا. يا ربي أوصلنا إليك. يا ربي لا نهلك وأنت رجاؤنا. يا ربي لا نهلك وأنت رجاؤنا. هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان. اجعل الأثر في زيارات الزائرين وخروج الخارجين وبذل الباذلين وجولات المتجولين وإنفاق المنفقين وتضحيات المضحين. اللهم أقم الدين كله في العالم كله واجعلنا من أسباب ذلك. واقمع الباطل كله في العالم كله واجعلنا من أسباب ذلك. اللهم اصرف عنا السوء. اللهم اصرف عنا معارضة المعارضين وشبه المشبهين. اللهم أيدنا وأيد بنا. اللهم أعنا ولا تعن علينا. وارحمنا ولا تحرمنا. واستعملنا ولا تلعنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمؤمنين والمؤمنات. اللهم انزل على قبور آبائنا من المؤمنين شابيب رحماتك ووابل غفرانك. اللهم أمنا وإياهم يوم الفزع الأكبر. لا تدع فينا ولا معنا ولا بيننا ضالا إلا هديتا ولا مبتلا إلا عافيتا ولا بعيدا إلا قربتا ولا ضعيفا إلا قويتا ولا داعية إلا أيدتا ولا مؤمنا إلا ثبتا ولا مدينا إلا قضيت عنه ولا عزبا إلا زوجتا ولا ضعيفا إلا قويتا ولا مظلوما إلا نصرتا ولا غريبا إلا بعد انقضاء المدة وزيادة الإيمان رددتا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نسألك اللهم علما نافعا وطرفا باكيا وجسدا على الطاعات متواصلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.